مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاية أسبوع امتازت بالصفاء على المناطق الشمالية للوطن، لكن انخفاض في الضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط ابتداء من هذه الليلة بحويلة. في انتظار ذلك، صورة القمر الاصطناعي توضح لنا الأجواء المغشاة جزئيا التي ميزت نهار اليوم أغلب الولايات الشمالية للوطن. الضغط الجوي سينخفض تدريجيا، سيسمح بعبور اضطرابات جوية مرفوقة بأمطار، بداية ستميز المناطق الغربية الوسطى ثم الشرقية. وعلى أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد، طقس غير مستقر، اضطرابات جوية مرفوقة بأمطار احتمالا تكون معتبرة بالمناطق الغربية خاصة. بالنسبة للولايات الوسطى أيضا سنشهد طقس غير مستقر، الأمطار ستكون في الموعد. نفس الأجواء بالنسبة للشرق الجزائري، لكن ستظهر بعد الفترات من الصفاء بالنسبة للمناطق الشرقية. ثلوج على قمم المرتفعات الداخلية التي يفوق علوها 1200 متر. الرياح أيضا ستكون قوية نسبيا، سرعتها يمكن أن تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة على السواحل الغربية. بالجنوب الجزائري الأجواء تبقى مشمسة، عادة تشكل بعض السحب أحيانا ستكون مرفوقة ببعض الأمطار بمنطقة الواحات وبالنسبة لمنطقات الثورة. انخفاض محسوس درجات الحرارة الدنيا خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد، درجتان دون الصفر بالنسبة لبتنا، درجة واحدة تحت الصفر بقسنطينة الصيف، درجتان بالبيض، درجة واحدة فقط بالجلفة، 3 درجات بتيارت، 7 درجات بالجزائر العاصمة، 6 درجات بعنابة سكيكدا، 10 درجات بوهران، نصف غانم لن تتعدل 5 درجات بشمال الصحراء، 4 درجات بأدرار، 5 درجات بتندوف، 7 درجات بعين صالح لتقارب 12 درجة فيما يخص برج بجي مختار وعين قسم. مع درجات الحرارة القصوى لنهار الغد ستشهد انخفاض محسوس لدرجات الحرارة القصوى بالنسبة للمناطق الشمالية للوطن، 13 درجة إذا بالجزائر العاصمة بومرداس، 12 درجة بتيزي وزو. أجواء باردة فعلا بالنسبة للولايات الداخلية، 9 درجات بالجلفة تسيرت البيض، 10 درجات بباتنا، 14 درجة بقسنطينة سطيف، 16 درجة بعنابة سكيكدا قلمة سقراس، 14 درجة بوهران مصر غانم وتلمسان، 18 درجة بكل من ولاية بشار غردايا، 21 درجة بأدرار، 22 درجة بعين صالح، 23 درجة بتندوف، 26 فيما يخص برج بجي مختار وعين قسم. البحر نهار الغد على ما يبدو سيبقى مضطرب وخاصة على السواحل الغربية، سرعة الرياح لتصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، تشتد أكثر مع سقوط الأمطار لتصل إلى 60 كيلومتر في الساعة، أين الرياح ستأتينا ضمن التيارات غربية جنوبية غربية جنوبية تماما على السواحل الوسطى، سرعة لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة، لكن شرقية جنوبية شرقية على السواحل الشرقية سرعتها لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. شروق الشمس لخص العاصمة وضواحيها لنهار الغد سيكون في حدود الساعة 7 صباحا 56 دقيقة، الغروب على الساعة 5 مساء و57 دقيقة. عناوين مصلحة الأرصاد للجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.